المواطن سعيد آله الطلاء خميس مشيط نقطة اجتمع أمس الأربعاء المستثمرون في التعليم الأهلي على مستوى المنطقة الجنوبية شملة عسير ونجران وجازان ومن يمثلون الملاك والمالكات لمناقشة مسيرة التعليم الأهلي حيث صدر قرار من وكالة التعليم بإغلاق كثير من المدارس الأهلية ونقل الأستاذ أحمد آل سليم عضو اللجنة الوطنية للتعليم ورئيس لجنة التعليم الأهلي بالغرفة التجارية بابها سابقا معاناة المستثمرين في المنطقة الجنوبية مما صدر من قرارات اتسمت بالتسرع وعدم إعطاء المستثمرين الفرصة لتعديل أوضاعهم وتساءل أحد المستثمرين عن مصير طلاب المنطقة الملتحقين في المدارس الأهلية بعد الإغلاق ولا سيما ما تعانيه المدارس الحكومية من كثافة الطلاب وكذلك عن مصير المعلمين والمعلمات من أبناء البلد وقال أحد المستثمرين إن التعليم الأهلي يشارك الدولة في تحمل المسؤولية وتخفيف العبء الكبير وتوفير المليارات ويسعى لتحقيق رؤية المملكة 2030 في توظيف شباب وفتيات البلد وهو من أعمدة الاستثمار في القطاع الخاص وطالب المستثمرون من المسؤولين التدخل لحماية هذه الاستثمارات من الإغلاق والانهيار والنظر من خلال لجان متخصصة في صلاحية هذه المباني حيث إنها مرخصة من البلدية والدفاع المدني ولديها شهادات سلامة